هذا التمثال بألويته كل لواء أسفله عمود من النقوش الكتابية تمثل لأي من الأرباب هو مكرس هذا اللواء. الأنوية برؤوس أدبية، ولكن كل واحد منها مكرس لأحد المعبودات، أحدهم للمعبود بتاعه والآخر للمعبود جحوتي توت تحط. النقوش بتقول المعبود الطيب الذي يصنع الأشياء الجيدة لأبيه بتاعه، الذي تحت شجرة زيتونته ملك مصر عليا والسفلى سيد الأرضين رمسيس الثاني. لقب من الألقاب الهامة لبتاعه الكائن أسفل شجرة زيتون. المصري القديم كان يهتم بعبادة الطبيعة والأشجار المقدسة، كانت شجرة الزيتون من الأشجار المقدسة، كانت شجرة الجميز من الأشجار المقدسة زي ما كانت مكرسة للرب حتحور في حيها الجنوبي في ملح. إذن الألقاب تعكس طبيعة دينية خاصة للمدينة. مدينة ملح هي مدينة الأشجار المقدسة. الزيتون المقدس أخذ أيضا بخلاف بتاح في هذا النص، في النص الآخر لشحوتي توت تحط، كان أيضا رب للزيتون الأسفل زيتون المقدسة. حتحور ربة الجميزة الجنوبية، أيضا المعابد المكرسة للجميز في مدينة منف كانت تقع في الحي الجنوبي في منف، عبادات الأشجار. هل دول كانوا بس؟ منف تتميز بنخلها منذ نشأتها وحتى الآن، وفي هذا سبقت جميع أراضي مصر على ضفاف النيل حسب علوم الجيولوجيا والأحياء والنباتات. بالرجوع إلى المصادر الأصيلة فيها، لم يكن النخيل منتشر على ضفاف وادي النيل إلا في تلك المنطقة في هذه العصور القديمة جدا. ومنه نستدل أن مقمعة العقرب الثاني تشير إلى تدشين موقع الجدار الأبيض منف الذي كان مستوطنا من ما قبل وما قبيل الأسرات بنتيجة وجود العديد من المحلات والمستوطنات السكنية حولها. أعيد تكريس المدينة بشكل احتفال ملكي وقص الشريط زي ما بيحصل في أيامنا الحالية في عهد العقرب الثاني، ونجد مناظر النخيل والزراعات والمواطنين على الأرض ومقصورة بتاح يتبقى منها الجزء الخاص بالمقصورة دون المعبود ذاته، ولكن بشكل يتشابه وإناء طرخان الذي يمثل المعبود بالمقصورة بالكامل ويعود إلى ثقافة نقادة الثانية وعصر عليف طرخان التي هي جزء من مدينة منف. المقمعة العقرب وإناء طرخان من جنوب غربي منف. إناء طرخان غير معروف حاليا هو موجود في متحف، ولكن اللي اكتشفه في الحفير كان بدري، كان 1886 او انا او 96 في يعني في نهايه العقد الاخير من القرن التاسع عشر اكتشفوا فيه طرخان وعليه شكل معبود والقابه بالكامل وقفته بالكامل داخل المقصوره. هذه المقصوره طبق الاصل التي نجد اطرافها في مقمعه العقرب الثاني. وإذا طبقنا بين هذه المقبعة بالمناظر عليها والقصة الكلاسيكية الخاصة بتأسيس المدينة سنجد تطابق كامل. المقبعة موجودة في متحف المتروبوليتان، مقبعة العقرب الثاني. لا 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 مش هو، المقبعة المعروفة هي موجودة فين؟ في متحف المتروبوليتان. أما الإناء الطرخاني غير محدد. لا أنا ما اتخيلتش المقمعة منظرها، أنا عرضته في المحاضرة السابقة. لو حضرتك رجعت إلى المقاطع المحملة على موقع فيسبوك عندي هتلاقي حضرتك صورة فيه بالكامل. بانوراما للمدينة بتأسيسها بأشجارها المقدسة، النخيل على المقمعة يعاد استخدامه كسقف مقبرة خعص خنوي في سقارة. هل نجد في أي موقع آخر استخدام للنخيل في مقابر عصر عتيق أو مقابر عصر الدولة القديمة؟ لا بس في المدخل بتاع المقدسة ممثل في شكل حجر فين؟ في سقارة، سقارة جبانة منف. إذا
سواء كان في الأسرة التانية في خاصة خنوية أو ليس الخيط بشكل حجري اللي هو أعاد تمثيله أو من خلال مقمعة العقرب، كل إشارة أن المدينة كانت هي المنطقة الوحيدة في تلك الفترة التي تتواجد بها النخيل. ثم انتشر النخيل في وادي النيل وادي الدائب الكامل، وطبعا منطقة شبه جزيرة سيناء مشهورة بالنخيل قبل ذلك. إذن النخيل في كل الفترات القديمة كان يظهر في آثار الدولة القديمة في منف. خارج منف لم نجد آثار للنخيل. خاص خنوي والمدخل الخاص بنسر الخد. ليس هذا فقط، العديد من الآثار. إذا ذهبنا إلى المعابد الخاصة بالمجموعات الهرمية لملوك الأسرة الخمسة وملوك الأسرة الستة سنجد فيها كل الأعمدة أعمدة نخيلية. زي ونيس والطريق الصاعد بتاعه. لا على حد علمي لا. لا 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 هي فقط منشورة في المراجع القديمة ولا تزار مثل العديد من الآثار الموجودة في سقارة، ولا يمكن دخولها لأنها مصنوعة من الطوب اللبن ومحفورة في الصخرة الأم للهضبة وجدرها مدعمة بالملاط وسقفها كان من الأخشاب الخاصة بنخيل تحديدا. ولهذا وسرعة عطب المواد العضوية زي النخيل والملاط وتساقطها فهي مغلقة تماما لا يمكن زيارتها. طب النخيل يعني ايه بقى باللغة المطلقة حاليا؟ مش متذكر بس هقول لحضرتك. شبه كلمة غنية خالص، شبه كلمة نخل يعني كلمة غنية خالص. لا 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 مش شبه كلمة نخل، مفيش أي تشابه أو اشتقاق فيها. التمثال زي ما قلنا ده النقش اللي عليه، ظهر التمثال عليه نقش آخر بيقول كان يخدم في ماعت وسمع دراع الألقاب مختلفة وبيشير برضو إلى عيد سنت على النقش. بعد كده بنلاقي قرد البابون أحد الرموز المقدسة للمعبود جحوتي ويشير إلى معابد جحوتي في المنطقة. ولو كنت ترجمت لكم العمود الآخر من أعمدة تمثال رمسيس كنت عرفت إنه خد جحوتي برضو الكائن أسفل شجرة زيتونته. سخبت خد برضو أسفل شجرة زيتونته الى اخر من الارباب اللي خدوا الشجر ده. هنلاقي اللقب ده موجود فقط في الكائن اسفل شجر زيتونته موجود في او في معبد بتاع حد فكرك، لانه هو فقط لقب منفي مش مؤرخ باي عصر. ولكن لو قرنا بتماثيل البابون اللي موجوده في الاشمونين هنقدر نؤرخ من هذا الطراز الفني انه عصر الشجر ده. هنلاقي اللقب ده موجود فقط في الكائن اسفل شجره زيتونته موجود في او في معبد بتاع حد فكرك، لانه هو فقط لقب منفي مش مؤرخ باي عصر. ولكن لو قرنا بتماثيل البابون اللي موجوده في الاشمونين هنقدر نؤرخ من هذا الطراز الفني انه عصر الاسره الثامنه عشر تحديدا عهد الملك امنحتب الثالث. ده فقط بالقياس ولكن ليس مؤكد. بصراحة مش متأكد. بس المدينة دي فين؟ لا حتى الآن في علمي لم أطلع على أي نقش بيضم اسمه لقب رهنت أو رهنت. طب يعني أنا هذا المثال ممكن نخرج شوية، ليه تسمت مدينة أنا ذكرت الموضوع ده المرة السابقة. ميترين ظهر في الدولة الحديثة لأنه كان هناك طريقا يربط بين النطاق المقدس المعابد البداح والمعابد الأخرى في سقارة، حتى السرابيوم الذي لم يكن كائنا في ذلك الوقت بهذا الشكل، ولكن كان هناك مقاصير أخرى زي مقصورة رب سكر رب شتيت أو سكر رب رستاو، كل دي كانت هي المنطقة الموجودة هناك. كان بيربط بينهم هذا الطريق حرفيا ميت رهنك اي طريق الكباش، فعليا هي طريق بيربط المعبدين ولكن لتماثيل ابو الهول براس ادميه وليست رؤوس كباش حسب ما اكتشف الاثري منير باسطه في حفيره ما بين الموقعين التي دعمتها صور ارشيفيه صورها الاجانب للموقع وللمنطقه حوالين مجمع الفلاسفه في نهايه القرن ال 19 وبدايه القرن العشرين بصور شمسيه للموقع. الصور دي للاسف اطلعت عليها مع الفولنديين ولكن لم اتمكن بالحصول عليها، ولكن تاكيدا
هذه الصور بتؤكد نفس الحقائق اللي اكتشفت الألم واكتشفها مدير بسطة في السبعينيات وأكدها في كتابه اللي نشر على أهم المعالم الأثرية في منطقة سقارة وميت رهينة الصادر 1976 عن المطابع الأميرية وموجود منه نسخة في مكتبة المتحف المصري سواء في المخازن الخاصة بالبيع أو في المكتبة ذاتها. يعني إذا اللقب بريد يطبق حتى كمان على طريق الهول؟ أي طريق، لا من هول هو مجازا ميت رهينت ميت رهينت. نتوقف في هذه النقطة عن يسار الحديقة المتحفية اللي بتبدأ بتمثال ثالوث برش إلى آخر الحديقة للمرة القادمة عوضا عن المحاضرة اللي كانت مفروض تكون السائح الكتب المقدسة وعقلية السائح الغربي، بس مش عارفين اللي محتاجينها، بعتذر هنأجلها. ممكن ألغي لكم السد العالي ونحطها مكانها، ممكن نلغي السد العالي وسلبياته وتطلعوا عليها من خلال أو تترحل. متوافر إلى الأسبوع الأول من شهر 9. خلاص كويس يعني إن شاء الله. أشكرك جدا. هنبتدي برضه نخلص الساعة 6 دقيقة يا جماعة عشان دايما حضرتك تبقى طويلة. شكرا جزيلا.